حفاظاً على البيئة وتعزيزاً لاستدامة نهر دجلة، تستمر أمانة بغداد حملتها في رفع تجاوزات ضفاف نهر دجلة، والتي تؤثر سلباً على مياه النهر، وأيضاً تشوه المظهر العام لضفافه. مناطق عديدة تقع على ضفاف نهر دجلة، مثل الجادرية والأعظمية والإقريعات، وجدت فيها الكثير من المشيدات غير القانونية، مثل السكن والمطاعم والأماكن الترفيهية، وهذه التجاوزات اكتشفت بعد ارتفاع مناسيب المياه التي تسببت بها مياه الأمطار. الهدف من هذه الحملة هو حماية البيئة النهرية والحفاظ على جمالية النهر، بالإضافة إلى تحسين الجذب السياحي والمظهر العام لهذه المناطق. لبرنامج صباح الخير يا عراق، علي الحلفي، بغداد.